ندي شودان. ندي شودان تعني التنفس عبر فتحتي الأنف بالتبادل. السمة الأساسية لهذا التمرين هي التنفس بالتبادل من خلال فتحتي الأنف اليسرى واليمنى بدون أو مع حبس النفس. لتمارس نادي شودان عليك الجلوس في وضعية سوكاسانا، وهي وضعية التأمل. وبدلاً من وضعية سوكاسانا يمكنك ممارسة نادي شودان بأي وضعية تأمل أخرى مثل بادماسانا أو سواستيكاسانا أو فاجراسانا. من لا يستطيع الجلوس على الأرض يمكنه القيام بالتمرين على كرسي. أثناء الجلوس في وضعية سوكاسانا تأكد من أن عمودك الفقري ورأسك مستقيمان، كلتا يديك على ركبتيك وعينيك مغلقتين. لتحافظ على استقامة ظهرك يمكنك إسناده بالحائط لتجلس مستقيما. الآن خذ نفسا عميقا وأبقي جسمك مسترخيا. قبل بدء ممارسة نادي شودان لنعرف أولا أصابع يديك: الإبهام، السبابة، الوسطى، البنصر، والخنصر. الآن لوضع كفك الأيسر في وضع ديانا مودرا، اجعل إبهامك يلامس السبابة لتكوين شكل دائرة، واترك الوسطى والبنصر والخنصر منبسطين. ولوضع يدك اليمنى في وضع ناساجرا مودرا، أغلق إصبعيك الوسطى والسبابة، واترك الإبهام والبنصر والخنصر منبسطين. الآن ضع إبهام كفك الأيمن الذي في وضع ناساجرا مودرا على فتحة أنفك اليمنى، وتنفس من فتحة أنفك اليسرى. ثم أغلق فتحة أنفك اليسرى بالبنصر والخنصر، وافتح فتحة أنفك اليمنى وأخرج النفس. الآن خذ نفسا من الفتحة اليمنى، ثم أغلقها بالإبهام وأخرج النفس من الفتحة اليسرى. تعد هذه دفعة واحدة من نادي شودان برانياما، أو التنفس عبر فتحتي الأنف بالتبادل. كرر هذه الدفعة 5 مرات. في البداية ستستغرق تقريبا نفس الوقت في الشهيق الذي تستغرقه في الزفير، لكن من المهم أن تتدرب على إخراج النفس ببطء، بحيث تستغرق في إخراج الزفير ضعف الوقت الذي تستغرقه في الشهيق. خذ أنفاسك بعمق وبطء وثبات وعلى نفس النظام. الغرض الأساسي من نادي شودان برانياما هو تنقية القنوات الرئيسية، وهي القنوات التي تحمل الطاقة وبالتالي تغذي الجسم بالكامل، وهذا مفيد جدا لمرضى القلب. نادي شودان تخفف من اضطرابات الكحة. ممارسة نادي شودان برانياما بانتظام تزيد من الهدوء والتركيز، وأيضا تقلل من التوتر والقلق لتجلب لك راحة البال. باوان مكتاسنا. باوان تعني الريح، ومكت تعني إخراج أو إطلاق. هذا التمرين يساعدك في التخلص من الغازات وانتفاخات البطن. استلق على الأرض وضع رجليك ويديك على بعد مسافة مريحة من جسمك. تأكد من أن كفيك متوجهان للأعلى. هذه الوضعية تدعى شافاسانا. الآن لننتقل من شافاسانا، ضم رجليك واثني ركبتيك وقرب فخذيك لصدرك. ضم أصابع يديك معا، وضعهما أسفل ركبتيك قرب قصبتي الساقين. الآن أثناء الزفير ارفع رأسك وكتفيك حتى تلمس ذقنك ركبتيك. وأنت تفعل هذا ستشعر بتمدد في منطقة أسفل الظهر. أغلق عينيك وركز أفكارك بالكامل على منطقة أسفل الظهر. وأنت تتنفس بشكل طبيعي ابق مسترخيا في هذا الوضع قليلا. باون مكتاسنة تخلصك من الغازات وتقلل الشعور بالانتفاخ في البطن. هذا التمرين يعالج الإمساك
ويحسن عملية الهضم. باون مكتسنة تقوي أعصاب العمود الفقري. هذا التمرين يقوي عضلات الظهر. باون مكتسنة تسبب ضغطاً داخلياً عميقاً وتدليكاً وتمديداً لشبكة العضلات المعقدة والأربطة والأوتار في منطقة الحوض وأسفل الظهر. تجنب هذا التمرين إن كنت تعاني من ألم بالظهر أو إصابة بالبطن. على مرضى الفتق وعرق النسا تجنب هذا التمرين. على النساء الحوامل تجنب هذا التمرين أيضا. بعد البقاء في هذا الوضع قليلا أثناء الشهيق، ضع رأسك وكتفيك على الأرض. الآن أثناء الزفير مدد رجليك وضعهما على الأرض وعد إلى وضعية شافاسنا واسترخي. باون مكتسنة تحسن الدورة الدموية وتنشط أعصابك وتزيد من كفاءة أعضائك الداخلية. سيتو بانداسنا. سيتو باند تعني شكل الجسر، وفي هذه الوضعية يصبح الجسم في شكل الجسر. هذا التمرين يسمى أيضاً شاتوش باداسنا. استلقي على ظهرك واترك مسافة مريحة بين رجليك. ضع كلا كفيك على الأرض واجعلهما مواجهين للأعلى. هذا التمرين يسمى شافاسنا. الآن ضم رجليك، اثني رجليك وقربهما من منطقة الحوض. أمسك كاحليك بإحكام. الآن خذ شهيقاً ببطء وارفع منطقة الحوض بأقصى إمكانك حتى يكون جسمك شكل الجسر. تأكد أن رأسك وكتفيك على الأرض وأن ركبتيك وساقيك في خط مستقيم. في هذا الوضع يمكنك سند وسطك بيديك إن أردت. ابق في هذا الوضع لمدة من 10 إلى 30 ثانية وتنفس بشكل طبيعي. سيتو بانداسنا تقوي عضلات أسفل الظهر. هذا التمرين يبسط الأعضاء الداخلية للبطن ليحسن عملية الهضم ويعالج الإمساك. سيتو بانداسنا تحسن وظائف القلب. إذا كنت تعاني من قرحة أو فتق تجنب هذا التمرين. على النساء الحوامل ممارسة التمرين بحرص وتحت إشراف الخبراء. بعد البقاء بوضعية سيتو بانداسنا من 10 إلى 30 ثانية وأثناء إخراج الزفير ببطء، أنزل منطقة الحوض إلى الأرض واترك كاحليك ثم استرخي في وضعية شافاسنا. ممارسة سيتو بانداسنا بانتظام تساعدك في التغلب على الاكتئاب والقلق.